الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن سوق الأوراق المالية العراقية فقد مصداقيته بين المتداولين، وذلك بسبب تدهور الأوضاع السياسية. وأضاف الخبراء أن المساهمين الذين اشتروا أسهم قبل نحو 3 عقود بقيمة 50,000 دينار وجدوا اليوم أن قيمة السهم تبلغ 5 دنانير فقط، مضيفين أن ذلك ساهم في زعزعة الثقة بالتداول في سوق الأوراق المالية، مطالبين في الوقت ذاته بتوسيع عمل سوق الأوراق المالية وجذب شركات إضافية لطرح أسهمها أمام المستثمرين. قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة كردستان العراق حظر استيراد الطماطة والخيار من دول الجوار. وقالت وزيرة الزراعة بيكارد طالباني إنه تقرر حظر استيراد هذه المحاصيل من أجل دعم المزارعين بشكل مباشر لبيع المنتجات المحلية من الطماطة والخيار والتصدير إلى الأسواق المركزية والعراقية. يذكر أن عددا من الفلاحين أقدموا على قطع طريق سليمانية كركوك بمحصول الخيار، وذلك احتجاجا على منافسة المستورد لهم وقلة الدعم الحكومي للمنتج المحلي. أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد فياض أن العراق سيقلل من كمية الوقود المجهزة لبلاده إلى النصف بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في الأسواق العالمية. وقال فياض أن زيارته للعراق ولقاءه بوزراء المالية والنفط والكهرباء ومحافظ البنك المركزي كانت إيجابية، مضيفا أن الحكومة أعربت عن نيتها الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة. بدأت تركيا بمد خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي في المياه العميقة في البحر الأسود، وذلك عقب الانتهاء من مدها في المياه الضحلة. وأفادت وكالة الأناضول أن سفينة كاستورون المكلفة بإجراء هذه المهمة باشرت أعمال مد الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى اليابسة لتواصل عملها على مدار اليوم. وكانت كاستورون قد وصلت إلى ميناء فيليوس، وهو أقرب نقطة برية لموقع اكتشاف الغاز الطبيعي في 6 من هذا الشهر، لتبدأ لاحقا مهامها. ومن المنتظر أن تواصل كاستورون مهامها هذه لغاية نهاية الخريف المقبل، لتستكمل حينها مد 165 كيلومترا من الأنابيب. طلب عدد من الحكومات الأوروبية من شركات الطيران إلغاء الرحلات الجوية التي لا يمكنهم تقديمها هذا الصيف في محاولة لتفادي وقوع مزيد من الفوضى وتكدس المسافرين في المطارات. يأتي ذلك بعد تأثر عشرات الآلاف من الركاب سلبا بتأخير رحلاتهم أو إلغائها في اللحظات الأخيرة وبعد وصولهم إلى المطار، وتحول عدد من أكبر المطارات الأوروبية إلى ساحل الفوضى والازدحام الكبير بسبب نقص العاملين في المطارات وسط توقعات بإعلان إفلاس عدد من شركات الطيران. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.